صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان، مع تحيات دعاء حمصي فرح، جلاديس الخوري أنطونيوس، والمخرج جورج عليه. عناوين النشرة: صباح الخير، الموازنة تبدأ رحلتها النيابية وسط ألغام الأرقام وتباين التوقعات منها، وإلي يشوع لصوت لبنان. الموازنة الإصلاحية هي الموازنة التي تخلو من أي عجز، وحتى موازنة تبدأ بتسجيل فائض. فرنسا تشدد على آلية مراقبة صلبة لسادر، وستاندر أند بورز تشكك في مدى استعادة الثقة. أمور الترسيم على خط التفاوض، ولا حسم للنقاط الخلافية، وبر ينفي ربطه بسلاح حزب الله ويؤكد أنه أبو المقاومة. وقفة احتجاجية لأهالي المنصورية رفضاً للتوتر العالي. أطول مواجهة بتاريخ لبنان بخصوص قضايا بتتعلق بالعالم رح تكون مواجهة التوتر العالي. بولتن في الإمارات ووفد أمريكي يعد لمؤتمر المنامة. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبي له بكره، بس مش احسن اذا هو خبى لبكره؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتامين واعاده التامين، ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشره من حسابك المصرفي، وامن لتقاعدك بالمستقبل. بالشكل طريق الموازنة في مجلس النواب، مؤمنة المخارج والاحتياطات المتخذة سهلت حل مشكلتين. الأولى تمديد الصرف وفق القاعدة 22 حتى 30 من حزيران، مع اقتراب انقضاء مهلة قانون الإنفاق على أساسها في 31 من أيار الجاري، أي بعد أقل من يومين. والثانية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من أول حزيران حتى 21 من تشرين الأول المقبل للبحث في الموازنة، نظرا إلى تعذر إقرارها خلال العقد العادي. في المحصلة هي عملية استلحاق للوقت لموازنة نصف سنة تريدها السلطة لحفظ ماء وجه الحكومة، على أن تضاف إليها مهلة شهر على الأقل لدرسها وإقرارها في مجلس النواب، ما يعني أن لا ولادة لقانون الموازنة قبل نهاية حزيران المقبل. في المضمون، المفاعيل غير مشجعة وسط تشكيك مؤسسات مالية مثل ستاندرز أند بورز، التي اعتبرت أن ميزانية لبنان قد لا تكفي لاستعادة الثقة، وتشكيك أكبر داخلي يعكسه استمرار حركة الإضرابات والاعتصامات للقضاة وأساتذة الجامعة والعسكريين المتقاعدين. في ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، في الشكل أيضا تتحكم الإيجابية بالصورة بعد التوافق اللبناني الإسرائيلي على القبول بوساطة أمريكية ورعاية دولية، لكن في المضمون برزت نقاط خلافية بدءا من تحديد انطلاقة الترسيم وطبيعة المشاركة الدولية وصولا إلى آلية المفاوضات. وإلى الوساطة الأمريكية، ورشتان أمريكيتان تتلازمان الحركة في المنطقة، الأولى تتعلق بالمواجهة مع إيران، والتي تقود مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن إلى زيارة الإمارات، والثانية صفقة القرن والترويج لمؤتمر المنامة في جولة لمسؤولين أمريكيين على دول عربية. لن يختلف جو مناقشة الموازنة تحت قبة البرلمان عما سبقه لناحية الاحتجاجات والاعتصامات المرافقة، إن بالنسبة للقضاة أو أساتذة الجامعة اللبنانية، فضلا عن العديد من القطاعات الأخرى. فإضراب أساتذة الجامعة يشارف على دخول شهره الثاني، ولم تنجح كل التطمينات الوزارية في تعليقه أمام مطالبة الأساتذة المتفرغين بتعهدات حاسمة برفع موازنة الجامعة والعودة عن رفع الحق في التقاعد بعد 25 سنة خدمة وعدم المساس بصندوق التعويضات والتقاعد. وأكد رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين يوسف ظاهر أن الإضراب مستمر ولا عودة عنه.
القضاة أيضا يستمرون بالاعتكاف، فيما أبلغ رئيس الجمهورية ميشيل عون مجلس القضاء الأعلى أن اعتكاف القضاة غير مبرر ويضرب هيبة القضاء في محاولة لإنهاء هذه الخطوة غير المسبوقة. ودعا وزير العدل ألبير سرحان القضاة إلى العودة عن الاعتكاف، مؤكدا أن الموازنة تحفظ الحقوق ولم يتم المساس بأوضاعهم كقضاة خارج السياق العام لسياسة التقشف وتخفيض عجز الدولة. في هذا الوقت يشارف المسار التقني للموازنة في مجلس النواب على الانطلاق، وينتظر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن يتسلم نص مشروع الموازنة اليوم الرئيس مجلس النواب نبيه بري على أن يبحثه خلال مهلة 48 ساعة من موعد تسلمه عملا بالنظام الداخلي. وإذ رجح كنعان عقد جلسة الاثنين المقبل قبل عيد الفطر للاستماع إلى مداخلة وزير المالية، لفت إلى أنه ستجري جدولة الجلسات صباحا ومساء لإنجازها في أقرب فرصة ممكنة. رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتابع مداولات الموازنة دعا الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية، وشدد على أهمية متابعة خطط الكهرباء ووضع مشاريع علمية وواضحة جراء أزمة النفايات في مختلف المناطق، ورأى أن أمام الحكومة جبلا من الملفات التي ينبغي عليها أن تتابعها من إتمام التعيينات الإدارية وصولا إلى البدء في الإعداد لموازنة العام 2020 من أجل عدم الوقوع في مطبات الموازنة الحالية وما رافقها من هدر للوقت وتحريك للشارع. وكرر أن الموازنة الحالية لم تنل من الفئات الشعبية والمتوسطة ومتوسطي الدخل، ومع الأسف لم يصدقوا ذلك وواكبوا الموازنة بمزايدات وما إلى ذلك. رئيس الجمهورية ميشيل عون كان وقع مرسوما بفتح عقد استثنائي لمجلس النواب بدءا من الأول من حزيران وحتى 21 من تشرين الأول المقبل ضمنا، ومرسوما آخر يجيز للحكومة جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية حتى 30 من حزيران المقبل. ومن أبرز الثغر في ملف الموازنة أنها لم تترافق مع قطوع الحسابات للسنوات الماضية أو حتى مع قطع الحساب للعام الفائت. الأسواق المالية لم تكن على الوتيرة نفسها من ترددات الموازنة، ففي حين أشارت الـ AHS Market إلى أن تكلفة التأمين على دين لبنان لخمس سنوات انخفضت 23 نقطة أساس إلى 847 نقطة أساس بعد موافقة الحكومة على الموازنة، خالفت وكالة ستاندر أند بورز للتصنيفات الائتمانية التوقعات وأشارت إلى أن خفض نسبة العجز في موازنة لبنان إلى 7.6% لهذا العام قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون. وأضافت أن عدم تحقيق الهدف الجديد أمر وارد، ولا سيما أن أي إجراءات لخفض التكاليف ستطبق فقط في النصف الثاني من العام. وقدرت الوكالة العجز المالي في 2019 عند حوالي 10% في غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات خفض النفقات، متوقعة أن تواصل نسبة الدين العام للبنان بالارتفاع لتتجاوز 160% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2022 من 143% في العام 2018. فرنسا رأت أن أقرار الموازنة في الحكومة يشكل مؤشرا إيجابيا لتنفيذ لبنان الالتزامات التي اتخذها في خلال مؤتمر سادر، آملة أن تمر في مجلس النواب بأسرع ما يمكن. وأكد بيان السفارة الفرنسية وقوف فرنسا إلى جانب لبنان مشددا على أن التنفيذ الفاعل لمؤتمر سادر يتطلب وضع آلية مراقبة صلبة وشفافة. الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي قوم لإذاعتنا مشروع الموازنة المحال إلى مجلس النواب. بموضوع الإمساك الإداري صار في طبعا مس بمخصصات الوظيفة العامة بأجنحتها المدنية والقضائية والعسكرية، علما أنه ما حد ضرب على إيد حدا لكي يعطى هؤلاء كل هذه التقديمات أو المخصصات، وبالتالي صارت حقوق مكتسبة. ثم ما صار في أي تعرض لخدمة الدين العام، يعني الفوائد بلبنان لا تزال هي بالمستويات العالية منذ 25 سنة، وهي كانت بأساس
التصنيفات الائتمانية السلبية الدولية العالمية يلي عم يتحججوا فيها ليقولوا ما بنقدر نوطي الفوائد، ما الفوائد هي سبب التصنيفات. فإذا كان كل نقطة خفض للفايدة على الدين العام بتوفر على الأقل 800 مليون دولار، وأيضا في هاجة ثبات سعر صرف العملة يعني وراء الفوائد العالية. وأخيرا الإنفاق الاستثماري، قوانين برامج بالنسبة لل 2019 يعني لحصة ال 2000 من الإنفاق عليها كلها تصفرت، يعني صفرت كل سوا صفر. قطاع طويل عريض اسمه قطاع التعهدات هذا راح ينشل، وكمان هون الدولة لن تساهم في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي اللي هي عم تعتبر انه راح يكون في نمو 5%، فقدرت وصلت لنسبة العيش 7.5%. اما من شق الواردات طبعا صار في تعرض للناس 2% على الاستيراد، في ايضا وكأنه زدنا 2% على التبيع هون، وايضا في ضريبة الدخل تعديل نسب ضريبة الدخل، وايضا في الضرائب على الفوائد المصرفية. اذا بالمحصلة يعني لا تزال هذه الموازنة هي موازنة رواتب وخدمة دين، وهي بعيدة كل البعد عن شيء اسمه إصلاح. أنا بنظري الموازنة الإصلاحية هي الموازنة التي تخلو من أي عجز، وحتى موازنة تبدأ بتسجيل فائض. هذه برأيي الموازنة الإصلاحية والممكنة. للإضاءة أكثر على موضوع الموازنة ينضم إلينا عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبد الله. صباح الخير دكتور عبد الله. صباح الخير إليك ولمستمعينك ستنا. سؤال اليوم بالموازنة، إلى أي مدى يمكن اعتبار أن ما كتب قد كتب في مشروع الموازنة، يعني مروره في مجلس النواب رح يكون عادي؟ هذا بيكون استئناف من حق المجلس النواب الدستوري بالمناقشة والتقويم والتصويب. في عنا دور تشريعي دستوري، والموازنة تصدر بقانون. الحكومة بتطلع مشروع موازنة ومجلس النواب سيد نفسه. أنا بعرف هالكلام نظري، أكثرية الكتل النيابية ممثلة بالحكومة، ولكن هذا لا يعني أنه حتى ضمن الكتل، خاصة الكتل الكبيرة، حتلاقي آراء متنوعة ببعض الأمور. فإمكانية تعديل وتصويب بعض البنود مش بس ممكنة، ضرورية. ما هي هذه البنود التي يمكن أن تعدل بنحو كبير؟ يعني في عنا عدة نقاط غير محسومة بعد في عليها جدل: ضريبة 30% على معاشات التقاعد، ضريبة 2% على الاستيراد الأملاك البحرية، وغير نقاط تانية. الحزب الاشتراكي أي منح اليوم من كل هذه البنود؟ خليني أقول لك الشيء الطبيعي، العنوان العريض لأنك حزب اشتراكي، كل شيء يخص الفئات الوسطى والفقيرة بدنا نحاول نعدل فيه، وكل أمر أراحة وإذا بدك سهل أمور الأغنياء وجنبهم المساهمة بإنعاش الوضع الاقتصادي بدنا نواجه فيه كمان. يعني هيدا الانحياز التام لمشروع الموازنة لأصحاب الدخل الكبير للبلد وتحميل العبء للناس بتكريس الضرائب الغير مباشرة، كله ضرائب غير مباشرة عندي. نعم. ولا بمحل ولا بموقع شفنا ضريبة تصاعدية عشية. هذا الضريبة المعتمدة بكل العالم حتى الليبرالي. باللبنان للأسف محميات بتبلش من الشركات الكبيرة للمصارف لأصحاب المحظيين المقاولين الكبار إلى آخره إلى آخره. أنت بتعرف هذه الأمور. نعم. لا نحن كحزب اشتراكي سنمارس هذا الدور أكيد بامتياز. وشو قد ننجح قد لا ننجح. أنا ما أقول أنه محسوم الأمر، لا، بس نحن سنقوم بواجبنا الطبيعي من موقعنا النضالي، من موقعنا الملتزم بشرائح الناس، ومن ضمنها يعني بعطيك مثل أنه شو هالإنجاز العظيم 3% على المتقاعدين العسكريين أو غيرهم. شو هالإنجاز هذا؟ داش قيمته هذا المبلغ؟ ما بيطلع الربع الأملاك النهرية. ليه؟ العسكري ما بدي إنه بتعرف بركزوا على العمدة أكثر. العسكري اللي تقاعده مليون ليرة، إنه عم شيلي له 50,000 هلا مثلاً أو 100,000، لا بوجهوها. فلازم يحسوا أصحاب القرار إنه هن عملوا موازنة مالية رقمية ما فيها أي حس اقتصادي اجتماعي. طول عمره الموازنة بيكون عندها فذلكة اقتصادية اجتماعية. نحن عندنا موازنة رقمية للأسف فرضت علينا
بسبب الانهيار الكيان المرتقب، واحد اثنين بسبب شروط البنك الدولي، ثلاثة شروط صادر. نحن خاضعين لشروط الخارج، لذلك لا نعطي أي أهمية لانعكاس الموازنة اقتصاديا واجتماعيا. شكرا لعضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبد الله. ونشير إلى بعض الرسوم والضرائب التي تضمنها مشروع الموازنة: زيادة رسم الخروج على المسافرين لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية من 50,000 ليرة إلى 75,000 ليرة بالدرجة السياحية، ومن 110,000 ليرة إلى 125,000 بدرجة رجال الأعمال، ومن 150,000 إلى 200,000 ليرة بالدرجة الأولى، مع الإبقاء على رسم المسافر على متن الطائرة خاصة 400,000 ليرة من دون تغيير. إلغاء جواز السفر لمدة عام وقيمته 60,000 ليرة، وتحديد مدة صلاحية جوازات السفر إلزاميا بثلاث أعوام بقيمة 200,000 ليرة، أو 5 أعوام بقيمة 300,000 ليرة، أو 10 أعوام بقيمة 500,000 ليرة. زيادة رسوم إجازات العمل للفئة الأولى من 1,000,000 إلى 3,000,000 ليرة، والفئة الثانية من 1,000,000 إلى 2,000,000 ليرة، والفئة الثالثة من 300,000 ليرة إلى 1,000,000 ليرة، والفئة الرابعة من 50,000 ليرة إلى 300,000 ليرة. فرض رسم مقطوع قيمته 1,000 ليرة على كل نفس أرجيلي يقدم في الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات. فرض رسم سنوي على رخص وضع حواجب الرؤية على زجاج السيارات بشكل كامل بقيمة 1,000,000 ليرة، وبشكل جزئي 500,000 ليرة. فرض رسم سنوي على رخص حمل السلاح قيمته 250,000 ليرة. رفع سن التقاعد في السلك العسكري من 18 إلى 23 عاماً للأفراد والرتباء، ومن 20 إلى 25 عاماً للضباط، ومن 15 إلى 18 عاماً لضباط الاختصاص. وبالنسبة للسلك الإداري، رفع سن التقاعد للموظفين من 20 إلى 25 عاماً. اقتطاع شهري من رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين بمختلف أسلاكهم بنسبة 3% لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية. خفض الإجازة السنوية للعاملين في القطاع العام من 20 إلى 15 يوماً. تخفيض منح التعليم المكررة في القطاع العام بنسبة 15%. في المواقف الداخلية، توقع الوزير جبران باسيل جولات جديدة من المنازلات النيابية لن تخلو من مزايدات شعبوية قد تؤثر على صمود نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي، ملمحا إلى تحفظات على أمور كثيرة متعلقة بالموازنة. نحن حققنا تخفيض بالعجز، هيدا شيء منيح بالمقارنة مع شو حاطين بالميان الوزاري وشو مطلوب منا، بس برأينا أقل بكتير مما كان فينا نعمل، وهذا أكيد تخفيض بعضه نظري ومهم أن نلتزم فيه. نحن أرفقنا بالموازنة بنود اقتصادية وقرارات اقتصادية وحديث عن رؤية وتصور اقتصادي، ولكن ما فينا نقول أنه هالموازنة مبنية على خطة ورؤية اقتصادية. كتلة المستقبل النيابي اعتبرت أن مشروع الموازنة يشكل قاعدة متينة للانطلاق بالبرنامج الحكومي لاستثمار وتطوير البنى التحتية، كما جرت الموافقة عليه في مؤتمر سادر، معتبرة أن التحدي الجدي هو عدم استنفاد هذه الفرصة المتجددة لإغراقها بسيل من المزايدات الكلامية على صورة ما جرى في تجارب سابقة. ماذا حقق ساترفيلد في إسرائيل بعد الفاصل؟ موازنة 2019 بلا رؤية اقتصادية ولا مس بأصل الدين العام، فهل ستحقق شرط سادر؟ ما هي انعكاساتها على الأسعار؟ وأين الإصلاحات المالية المفقودة؟ نقطة على السطر يفتح الملف مع مدير المحاسبة العامة السابق في وزارة المال أمين صالح، ومداخلات لرئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني ومعنيين، الأربعاء بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطة عصر. من المقرر أن يتوجه رئيس الحكومة سعد الحريري إلى مكة لتمثيل لبنان في القمتين العربية والإسلامية اللتين تعقدان يومي الخميس والجمعة المقبلين
لمواجهة تحديات التدخل الإيراني والاعتداءات على السعودية وأوضاع المنطقة. في هذا الوقت تنتقل مهمة المفد الأمريكي ديفيد ساترفيلد لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل من الاستطلاع إلى المكوكية. كل التفاصيل مع جوزيفين أبي غصن. في العودة الثانية للموفد الأمريكي السفير ديفيد ساترفيلد إلى بيروت آتيا من إسرائيل، تظهرت عدد من النقاط الخلافية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، وهي تتعلق برفض إسرائيل الاقتراح اللبناني للتلازم في ترسيم الحدود بين البر والبحر واقتراحها تبادل الأراضي، إضافة إلى الخلاف على النقاط التي سيتم الانطلاق منها للترسيم. وتشير مصادر لبنانية رسمية إلى أن الخلاف يتركز على نقطتي الحدود باء واحد وباء اثنين البريتين القريبتين من الشاطئ اللبناني واللتين اقتطعت فيهما إسرائيل مساحة من الأراضي أثبت لبنان وفق الخرائط الدولية أنها تعود إليه، فيما ادعت إسرائيل أن الأمتار التي ضمتها إلى سيطرتها ضرورية لها لأسباب أمنية لأنها تقع على تلة مشرفة على مشروع سياحي كبير في أراضيها. ويعتبر لبنان أن تصحيح النقطتين باء واحد وباء اثنين يسمح برسم الخط الذي يحدد الحدود البحرية انطلاقا من اليابسة في اتجاه البحر ويحسم ملكية لبنان للبلوك رقم 9 من المنطقة الاقتصادية الخالصة. وليس من الواضح بعد آلية المفاوضات وطبيعة المشاركة للمنظمة الدولية وتركيبة الوفود، فالجانب الإسرائيلي يريد أن تكون تركيبة الوفد المفاوض سياسية عسكرية لكل جانب، فيما الجانب اللبناني يريد فقط أن يكون الوفد عسكريا يضاف إليه خبراء في قانون البحار واختصاصات أخرى، وأن يكون ممثل الولايات المتحدة حاضرا جلسة التفاوض للعب دور المسهل لحل الخلافات. ولن يشمل الترسيم عند الحدود البرية مزارع شبعة لأنها مرتبطة بالقرار 1701، ومن المقرر أن تعقد الاجتماعات في الناقورة في رعاية الأمم المتحدة وتحت علمها، وهي التي ستشرف على توقيع المحاضر النهائية وسيوقعها كل الأطراف اللبناني والإسرائيلي والوسيط الأمريكي والأمم المتحدة. ساترفيلد جال على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الخارجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون. بري لخص أمام زواره اجتماعه مع ساترفيلد قائلا: إن الأمور تسير نحو الإيجابية، ولا يمكننا في الوقت نفسه القول إن الاتجاهات النهائية قد حسمت حيال عملية الترسيم والتحضير للمفاوضات. وأوضح أن جملة من النقاط تحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق بانتظار الردود عليها عبر ساترفيلد، وأضاف أن نقطة الخلاف الباقية مع الإسرائيلي هي أنه يريد وضع سقف زمني لهذه المفاوضات يمتد على مدار 6 أشهر، فيما لبنان يريدها مفتوحة ومن دون وضع سقف لهذه المفاوضات. ونفى بري أن يكون تطرق مع ساترفيلد إلى ربط سلاح الحزب الله ونزعه توازنا مع قبول إسرائيل بترسيم الحدود البرية والبحرية، قائلا: هذا الأمر لن يطرح وأنا في النهاية أبو المقاومة. غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط على حسابه على تويتر قائلا: غريب الأمر عند البعض، إذ عندما أتخذ موقفا حول أمر ما تقوم القيامة ولا تقعد. ها هي الولايات المتحدة تقبل أن تكون الوسيط بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة في شأن الحدود البحرية. ألم أصرح مطالبا بهذا الأمر ومن خلال اتفاق الهدنة على أمل أن تنجح خطوة الترسيم؟ بالتنسيق مع ائتلاف جمعيات المجتمع المدني وخبراء في الطاقة من أساتذة الجامعات الكبرى، اعتصم أهالي المنصورية والمنطقة المحيطة احتجاجا على مد خطوط التوتر العالي. مروان الأدوم. لن يستكين الشارع في المنصورية طالما هناك ظلم في الرعية، فأهالي وطلاب منطقة تلال عين سعادة وعين سعادة وعين نجم بيت مري عيلوت والديشونية اعتصموا في الديشونية وشاركهم ائتلاف جمعيات التجمع المدني، وذلك احتجاجا على مد خطوط التوتر العالي الهوائية في المنطقة. نائب رئيس حزب الكتائب الدكتور سليم صايغ الذي كان أول المتضامنين في المكان رفض التصريح تاركا المجال للأهالي للتعبير عن وجعهم، واكتفى بالقول: نحن هنا نطلب بأن نرتقي إلى رتبة إنسان ومواطن. الأب سليم بطاني طالب بدراسة علمية صحيحة بأن هذه التمديدات
لا تشكل خطر. يبعثوا أهل اختصاص عن جد متعمقين بهالمجال هيدا ويجيبون الوثائق العلمية يلي بتأكد 100% أنه هيدا التوتر العالي ما بيأذي الناس. الخبير البيئي رجان جايم أكد أن المواجهة مستمرة وأن السلطة السياسية بما فيها وزارة الطاقة والوزيرة يمعنان في تضليل المواطن. أطول مواجهة بتاريخ لبنان بخصوص قضايا بتتعلق بالعالم رح تكون مواجهة التوتر العالي. المهم نحن نكفي بمواجهتنا ونروح للقضاء، وأهم شيء أنه نجبرهم ما بقى يطلعوا ويكذبوا. صرخة من معبرة تتوسل فيها رئيس الجمهورية. بترجى كل المسؤولين يطلعوا فينا، يطلعوا بولادنا وبعجينا اللي بتطلع. حببناهم بهالوطن ليضلوا بهالوطن. كل العالم توقف معنا وتتضامن، حتى مش هالشباب المرتبة كلها تفل من هالبلاد. الاعتصام الذي دام حوالي ساعة من الوقت أكد بعده الأهالي أنهم لن يستكينوا قبل أحقاق الحق. من المنصورية، مروان الدوم، صوت لبنان. يبحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي وصل فجرا إلى الإمارات التطورات في المنطقة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي. وكتب بولتون على تويتر لدى وصوله أنه سيجري محادثات تتناول القضايا الأمنية المهمة في المنطقة. وتأتي زيارة بولتون في خضم التوتر مع طهران وتتزامن مع انعقاد 3 قمم في السعودية يومي الخميس والجمعة لبحث أمن الخليج. في هذا الوقت أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه لا يخشى حرباً مع الولايات المتحدة. وتحدثت الحكومة الإيرانية عن تناقضات في تصريحات الرئيس الأمريكي ولم تبدي حماسة لوساطة يابانية محتملة. أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية هم مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكلف خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية جاريت كوشنير مع مرافقه جيسون غرينبلانت والممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأمريكية براين هوك سيزورون المغرب والأردن وإسرائيل هذا الأسبوع لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط. حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من أن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي لبريكسيت من دون اتفاق سيكون بمثابة انتحار سياسي لحزب المحافظين الحاكم. الصفحة الرياضية مع نجيب قاعي. صباح الخير. البداية اليوم رح بتكون مع أخبار التنس وتحديدا دورة رولان جاروس. منبلش مع رجال وآخر المباريات بالدور الأول. انتصارات لمونفيس، بنشتريت، فونيني، زراف، إيمار، تومسون، كارلوفيتش، دالبونيس، فرداسكو، وانغ، فريتز، مالمارينو، دالبوترو، بوي، خاشانوف، نيشيكوا، لايوفيتش. أما السيدات انتصارات لارينات، باجو، فانغ، كيز، بوغ، زابالينجا، غارسيا، أوزاكا، ساكاري، هون، ميكوفا، أزارينكا وهالب. بشارة لأنه أفضل 128 لاعب و 128 لاعب بالعالم بيشاركوا بتاني دورة من دورات الجراند سلام، وأهم حدث بيصير على التابتو. ليل مساء رح نكون مع مباراة مهمة بكرة القدم، المباراة النهائية للأوروبا ليج بين تشيلسي وفريق الأرسنال. المباراة رح بتصير الساعة 10 المساء. أما بخيتين فرح نكون مع أخبارنا المحلية مع مسابقة بالفروسية، مسابقة شارل مخشن. الانتصارات كانت بكافة الفئات لتوني عساف، بولين خوري، جو عبود، فيصل أسعد وميغويل كتوعة. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ولا سيما على الجبال التي ستكون فوق معدلاتها الموسمية. كان في هذه النشرة الموازنة تبدأ رحلتها النيابية وسط ألغام الأرقام وتباين التوقعات منها. وإلي شعي لصوت لبنان. الموازنة الإصلاحية هي الموازنة التي تخلو من أي عجز، وحتى موازنة تبدأ بتسجيل فائض. فرنسا تشدد على آلية مراقبة صلبة لسادر، وستاندر أند بورز تشكك في مدى استعادة الثقة. أمور الترسيم على خط التفاوض ولا حسم للنقاط الخلافية، وبري ينفي ربطه بسلاح حزب الله ويؤكد أنه أبو المقاومة. وقفة احتجاجية لأهالي المنصورية رفضا للتوتر العالي.
أطول مواجهة بتاريخ لبنان بخصوص قضايا بتتعلق بالعالم رح تكون مواجهة التوتر العالي. بولتن في الإمارات ووفد أمريكي يعد لمؤتمر المنامة. من صوت لبنان استمعتم إلى نشرة للأخبار.